يوسف السرداوي استاذ تعليم ابتدائي بمديريه مولاي رشيد جهه الدار البيضاء سطات. تاتي هذه الوقفه استجابه للتنسيقيه الموحده اللي تطالب كمطلب رئيسي بسحب النظام الاساسي المجحف، هذا النظام الاساسي اللي جاء ليجهز عن كل الانتظارات لنساء ورجال التعليم. ثم المطلب الثاني وهو العدالة الأجرية إسوة بباقي زملائنا في الوظيفة العمومية. ثم المطلب الثالث وهو مراجعة ومناولة كل القضايا الفئوية اللي كتمثل 23 ملف لنساء ورجال التعليم. اتفاق 10 دجنبر جاء ليضع اللبنة الأولى أمام هذه المتطلبات الأستاذية. اتفاق 10 دجنبر لم يلبي الحد الأدنى لمتطلبات ولانتظارات الأسرة التعليمية، واللي كنتمناو كاملين أنه الحكومة في شخص رئيس الحكومة اللي هو السيد عزيز أخنوش أنه يلبي ويستجب لانتظارات لهذا الملف الاجتماعي اللي كيمس كل شرائح ديال المجتمع المغربي، يعني باش يبين لنا بصريح العباره انه فعلا هذه الحكومه جاءت لحل المشاكل الاجتماعيه، وان هذه الحكومه فعلا لانها جاءت بكفاءات اللي كتستطيع انها توضع حلول انيه على الاقل، وان هذا الحل ديال اليوم غادي يكون ربما غدا اصعب بكثير، وان هذا الحل ربما قد يثير مشاكل اخرى في فئات اخرى. وكنشكروا بهذه المناسبه هذا المنابر الإعلامية المشرفة اللي كتعطينا الإعلام البديل اللي كتحارب بطريقة غير مباشرة الإعلام الرسمي اللي كيحاول جاهدا أنه يوصل مجموعة من المغالطات من ضمنها الاتفاقات الأخيرة ومن ضمنها مجموعة من الأكاذيب اللي احنا كنحاولوا ما أمكن أننا نوضعوها في الإعلام البديل المشرف. وشكرا. والزيادة ديال 1500 درهم تم تصديرها للرأي العام على أساس أنها جملة وتفصيلا، في حين أنها كانت أولا على شطر ديال 2024 اللي للأسف قانون المالية لم يشر لهذا والكل يعلم، وثانيا أنه 750 درهم بما يعادل 25 درهم في كل يوم. 25 درهم فهي الكل يعلم هذه الزياده في الاسعار اللي عرفتها اللي عرفها المغرب مؤخرا خصوصا من بعد كورونا، فهي لا توافق حتى سد رمق الاستاذ، وما يمكنش لينا اننا نقارنوا هذه الفتره ديال ازيد من شهرين ديال الوقفات والمسيرات والاحتجاجات والاعتصامات التي عرفتها جل ربوع المملكه ب 25 درهم. هذا عار صراحه، وهذه هي ضربه اخرى في القيمه الاعتباريه ديال الاستاذ وفي كرامه الاستاذ. فعلا التلاميذ احنا كنقولوا على انه يعني الاساتذه هم اعلم الناس بالضياع اللي تمس الان التلاميذ ديال الشعب المغربي، واننا كنقولوا لهذه الحكومه انها تعطينا مؤشرات حقيقيه ومؤشرات عن حسن النيه ومؤشرات انها تقدر انها تجلس مع هاد الناس اللي خارجين في الشارع اللي هما تيمثلوا فعلا النساء ورجال التعليم اللي هما التنسيقيات الوطنيه على اختلافها وعلى اختلاف كل الفئات ديالها. الوطنيه لاساتذه التعليم الثانوي التاهيلي، التنسيقيه الموحده لقطاع التعليم والتنسيقيه لقطاع التعليم، حاضرين اليوم في هذه الوقفه وفي هذه المسيره بشكل قوي، واسميناها مسيره الغضب ردا على المخرجات الاخيره للحوار ديال 10 دجنبر، واللي كانت كنشوفوها بانه استهتار بالمدرسه العموميه واستهتار باستاذ وتلميذ المدرسه العموميه، لان الخصو الخروج ديالنا والخصو الغضب ديالنا كله في مجموعه من التعويضات الماليه، في حين ان احنا الغضب ديالنا ما كانش فقط على التعويضات الماليه، التعويضات الماليه كانت نقطه او الزيادات في الاجور كانت نقطه، وحنا ما كناش كنطالبوا فقط بزياده بالاجور وانما كنا كنطالبوا بالعداله الاجريه، اذا العداله الاجريه اسوه بباقي القطاعات الاخرى، ولكن مع كامل الاسف هذيك الاجور كانت هزيله جدا، سماوها هما بزياده تاريخيه. امتى غنقولوا زياده تاريخيه؟ اذا كان التاريخ بقى واقف في بلاصتو
ولكن الان هذه الحكومه تعرف زياده تاريخيه ماشي فقط غير في الاجور ديال الاساتذه، وانما زياده تاريخيه في ارتفاع الاسعار، زياده تاريخيه في ارتفاع البنزين والمازوت الى غير ذلك بجميع مكوناته، ارتفاع في المعيشه ككل وضرب عمق الطبقه المتوسطه، وبالتالي بالفعل هو انجاز تاريخي في حكومه تاريخيه شهدت زيادات صاروخيه 200% 300%، وبالتالي حنا كنعتبروا بان زياده هزيله لم ترقى الى المستوى المطلوب، زائد انك الهم ديالنا الاساسي ماشي فقط زيادات وانما سحب النظام الاساسي، نظام المآسي اللي هو خلق مشكل كبير وخلانا اننا نخرجوا للشارع وخلى وليدات الشعب يخرجوا للشارع وخلى الاساتذه ما كيتواجدوش في الحجرات ديالهم، وبالتالي حنا كنقولوا لهم حنا مازلنا رافضين ومازلنا في اضراب وما يمكن ليناش ندخلوا حتى تعدل هذيك البنود الاساسيه اللي كاينه في النظام الاساسي او لا يتسحب النظام الاساسي ككل. وكنتمناو اليوم كاين حوار اللي هو بدا، ولحسن الحظ الحكومه فطنات وعرفت بان راه الحوار ماشي فقط مع النقابات الاكثر تمثيليه، وانما الحوار ايضا مع التنسيقيات اللي هما متواجدين في الشارع، متواجدين بقوه باش يعبروا على الاراء ديالهم. الان هما في حوار مع الوزاره في هذاك التنسيق ديالهم الثلاثي ايضا، وكنتمناو ان المخرجات ديال هذا الحوار يكون مخرجات اللي هي ايجابيه واللي تحفزنا اننا ندخلوا الاقسام وندخلوا الحجرات ديالنا. لا، هو التصور يجب ان تضعه الوزاره، حنا قلناها مرارا وتكرارا، كنا كنقولوا لهم الا ما قطعوناش مستعدين انا نعوضوا الحصص، مستعدين نجيو نقريو الوليدات نهار الحد ماشي فقط غير نهار السبت، ولكن الوزاره مشات معنا بالاسلوب ديال التهديد، بالاسلوب ديال التعنيف، دخلوا الا بغيتوا ما نقطعوش لكم، وان فوا ما دخلناش كانت هناك اقتطاعات بالجمله في الشهر اللي فات وستكون اقتطاعات بالجمله هذا الشهر، وبالتالي الان القرار في يد الوزاره انها الطريقه اللي غادي تشوف كيفاش انها غادي تستدرك هذا الزمن المدرسي المهدور لهاد التلاميذ اللي السبب الرئيسي فيه هي الحكومه وماشي التلميذ. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.